يا رميتا أجرات شمرة رميتا مزبا دولة ليش ولا وديسا أسماء تسمت فيها المحافظة اللي نحن متواجدين فيها اليوم حتى تحرفت لصارت اللاذقية. كاميرا 7 ميكس جالت بشوارع اللاذقية لأول مرة لحتى تستطلع رأي الناس عن سبب تسمية هالمحافظة بهالاسم. خليكن معنا. هي كان اسمها من قبل بالقرن الرابع كان اسمها لوديسا، واجا امبراطور هو سماها بالقرن الرابع لوديسا. والله ما عندي فكره. نسبه لسلوقس الاول سماها لودريكا نسبه لوالدته. هو اسم متعرب من اسم لازوكيا. لازوكيا هي كانت اسم امه لسلوقس نيكاتور، فلما استلم سلوقس نيكاتور مثل جزء من الامبراطوريه البيزنطيه اللي هو كان لاذقيه وفوق حواليها شوي، سمى اسم المدينه على اسم امه لازوكيا. هي وحده اسمها لاتاكي اسمها روسي، كانت باللاذقي سميتها اللاذقي وسافرت على دول اوروبا هاجره. بيحكوا انه اللاذقيه تسمت من قبل مقاتل قديم كثير، فسمى الاسم اللاذقيه على ثلاث اسماء، كان اسم بنته امه واخته. هلا الصراحه انا ما عندي معلومات زياده، بس اني اللي بعرفه عروس الساحل. انا اللي بعرفه انه ايام الاراميين باللغه الاراميه كان اسم اللاذقيه راميتا. انا بعرف انه في امبراطور قديم اسمه سلوقس وسماها بهالاسم يعني، بس غير هيك ما بعرف. لا ما عندي علم. سميت لاذقية بهذا الاسم نسبة إلى المملكة السلوقية لادوسيا، وكانت تسمى أيضا جوليا. شو بتعرف ساعدوني شوي. هلا بعرف إنه بالقرن الرابع كان في إمبراطور سماه اللاذقية على اسم والدته تكريما إلى، صار يسمي عدة مناطق باللاذقية بأسماء إنه زوجته عائلته وهيك الأفهامية وكذا منطقة. بعدين لما اجى انه مثل الفتوح الاسلاميه قررت تعرب الاسم للاذقية. شفنا اراء الناس المتعدده حول سبب تسميه اللاذقية بهذا الاسم، والسبب الحقيقي هو انه بالقرن الرابع الامبراطور سلوقس بعد ان اعاد بناء اللاذقية حب يكرم امه بهذا الاسم وسماها لوديسا، ومع مرور الزمن تحرفت لتصير اللاذقية. لقناه 7 ميكس مروه البطه، اللاذقية.